من بعد مشاهده هذا المقطع غادي تاثروا بزاف. هذا الانسان اللي قدامكم سميتو بدر، عنده 30 سنه وساكن في مدينه غزه فلسطين، شدوه الاحتلال وتلقوه من بعد شهر، ولكن فاش تلقوه ما تلقوهش انسان عادي، تلقوه انسان واحد اخر تكرفص تعذب بزاف. وهذا الشيء كنشوفوه دائما من الاطفال في فلسطين، الكبار ولا الصغار من جميع الفئات، المهم كيكرفصون كيعذبون بزاف. الاخوان هذا المقطع فاش غتشوفوه غادي تاثروا بزاف، ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء يتوقف، حيت هذا الشيء راه بزاف على الاخوان ديالنا في فلسطين. ودائما فاش كنهضروا عليهم كيتم حذف الفيديوهات ديالنا، ونتمنى هذا الفيديو ما يتحيدش باش تشوفوا المعاناه ديال الناس، وتشوفوا هذا الشاب وسيم تبارك الله، وشوف كيفاش ولا. المهم نخليكم هذا المقطع لا يأثر فيكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فلسطين. اول ما خذوه كيف صار؟ قلت كابتن كان قبلي وانا جيت بعدي، وكان قبلي بس انا هذا انا نجحت في توقيع وطلعت، اخذت 50 وطلعت، ولقيت طلعت يعني مع بعض كان يعمل لي انا يا رب. ايش سووا فيك؟ طلعوني علي وطلعوا عذبوك؟ عذروني. ايش عملوا في شمال؟ قالوا ضمن راسه في الباص ما طلعش فوق، عشان واحد بيقول له يعني ما تغلش حد يعني صل يعني لا ما قالش هيك، قال لي واحد يعني عشان تطلع ما تغلش ابو فمه مش عارف مين قال لي اللي ما ليش انت هين ما اعرفش كيف يعني الحال ما بعدش الصدفه الحال. ضربوك على ايدك على راسك على رجليك؟ اه قال لي ضمن راسك ولكموني في عيني ما خلونيش اشوف، وحطوني في التريك ضربوني بوكسات وكانوا يكسروا رجلي قطعوها ويكسروها يكسروها ويقطعوها، وكانوا يقطعوها ويكسروها، ضربوني على رجلي وعدي ضربوني بالحامل وطلعت وخفت التماثل.